اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناه عدوى. طبعا يا شباب اليوم رجعت لكم فيديو جديد مثل ما انتم شايفين عن اليوم فورتنايت يا شباب. طبعا يا شباب كيف الناس كانت؟ طبعا عجبني يا شباب طبيعتي انه باللعب اركز فما احكي كثير. فالمهم طبعا لعبه فورتنايت هي لعبه غنيه عن التعريف، كثيرين يعرفوها يا شباب وكثيرين يلعبوها. هذا فكره عن اصدقائي في هذا ما ضعفتهم. طبعا حاليا نحن داخلين طور 50 ضد 50 سوري، ويعني انه اذا مثلا هاك يا شباب اذا بنيته عالي وجطيته ما اموت. اعطيك افتح لي جلايدر مالتي. اوكي لاعب جاي من هناك، نحن اوريدي قاتلين لاعب. هذا لاعب الاي مالتي زفت. لا يا شباب يعني ما كذا بطلات ما تبقى. خلينا نشوف هذا، خلينا ناخذ هذا. اوكي يا شباب بصراحة هذولي ما تقدروا يمكن هي ما نوع من الأنانية، بس بصراحة يعجبني أركز على اللعب. ما افتح قلبي يوجعني، لازم اقوم لازم انقدم. اوكي خلصنا. تعال طبعا اخر فترة كنت مغير بكمي مع التحكم يا شباب، فبصراحة بعدني ما ياخذ علي اليد الجديدة. فيجوز تلا عشان شوية اخربط بكم مالتي. المهم يعني عندي كش كود بالضخيرة حساته. في واحد جاي انا طيه صديقي على حل. ساعتين اعتقد ما بين مواد تسمع صوته كتير سمعتهم بس ما ادري شو شيء مزعج. وإذا تخاطر معاهم يا شباب لكن يا نيكو دمجني 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 حيل حيل حيل. اوكي يا شباب هو هون. يا شباب انا ضربي يموت فلازم ما اخليه يضربني هاي ضربة. اخيرا يكوني عندك هيلينج ثانك يو. دمجتني حيل طبعا عشان ما جبت ولا ذيك الضربية معه، بس اوكي صدق اسد. خليني يا والد خليني انسى شافي نفسي عشاني بوضع ما يسمح لي اتقاتل. ما يعرف يختار الوقت يا شباب، ما يعجبني الناس ما يعرفون يختارون الوقت يعني. بس جايك جايك هدي هدي اعصابك حمبي انت، انا ساجيك اشيلك شي صدق. عجبك عجبك تشافي روح بقى ساتن. المفروض اي مسرع انا قلتلك كم من اول واحد يجيبه، بس قلنا نحذر بوضع. انا اوريدي فول ويز اوريدي. اوكي انا كنت احذره ما راح سنقتله، بس هو جاب على نفسه. كل واحد يضرب علي من هناك يعني، حتى سنايبر حتى سنايبر يا ابن الوادم. كيف نشرب درع ما هو يجيبني يا اخي كل عبانة. هلا لما ليه حكيت تجيني انت؟ اعطى هذا شباب امسك امسك. سيدي بيك
عندك كل شغلات صراحة. نستخدم لايك مشين قلنين، لازم يجيبكم قتلة يبيني يا شباب، فاصبريني بحاجة واحد ناخذ هاي شيء نسوي الجمب بعدين نروح احنا. انا غلطاني احسن شيء من اصدقائنا هون يكون حاطين يدي كما تقتل اخرى. هلا بالزميل وينه؟ كيف شكله هون يا ما بصراحة هون كم يا شباب، ما عندي جمب هاي الأخ. طبعا يا شباب ما عندي صبر أنا. خلصنا من وحدي لايك ماشين جون، يجيبوا له السنايبر، جيب هذا لي هذا في مرض غير سبعة صوت انا مش عارس ابصر في هذا البقية هوني كيف الصوت قتل بس ما تقدر عنكم يا اخي مش عارس سبعة. امسك واحد هونيك يعني صدق ما تعبيني من تعطيني مش قد عيب. المفروض يا شباب من واحد يموت ينتهي صحته مع عباي وجاهزة للعب الاخر ما يصير قاتل. خلونا نشعل المكانات جزيكم قاتل بعد البيت يا شباب. فيكتوري رويال. اوكي يا شباب فيديو هوني راح تكون نهاية المقطع معكم، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، لا تنسون لايك وشير. مع السلامة.